مع تلميذات وتلاميذ المؤسسة. هذه المرة سأقدم لكم التلميذة الفائزة بالرتبة العاشرة في تحدي القراءة لسنة 2018-2019. كوثر العمراني تحدت كل الصعاب، لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني، لكنها بإصرار وعزيمة، بكل تفوق وبكل جدية وتحت إشراف الأستاذة نزهة العمري، تمكنت التلميذة كوثر العمراني. ولا أنسى أن التأطير لم يكن فقط من خلية القراءة وتحت إشراف الأستاذة، بل أيضا السيد المدير السيدة بشرى السقلي والآباء وأولياء الأمور ديالها بالدرجة الأولى، لأن التربية تبدأ من البيت وتستمر في بيت التعليم اللي هو المؤسسة. فهنيئا لنا وهنيئا لآبائها بهذه الشعلة التي نتمنى أن تستمر وأن نجد من يأخذ المشعلة بعدها. إنها كوثر العمراني واللي غدا إن شاء الله غتسافر للإمارات، ولكن حنايا واخدين الرهان وشادين في التحدي، وإن شاء الله غادي ناخذ المراتب الأولى ماشي الرتبة العاشرة، إن شاء الله تكون الأولى والثانية ولما لا. بما أننا وصلنا لهذه المرتبة فمن السهل جدا أن نصل إلى المراتب الأولى بدعمكم وتحفيزكم وتشجيعكم لنا، وشكرا للحضور الكريم. سأجعل فضل ثوبي في كتابي وألتزم التقشف في ثيابي. لعمري أن قراءة كتابي ألذ من المطاعم والشراب، ومن فرش حرير ولبس خز، ومن أشهر من ملاعبة التعاب، ومن زهر الرياض إذا تناهى وسال عليه تسكاب السحاب. حب القراءة والقرآن منبع استمرارية وتألق في هذه الحياة. قرأت أزيد من 200 كتاب، حافظة 31 حزبا من كتاب الله عز وجل، حاصل على المرتبة الثانية في رياضة كرة السلة على مستوى الجهة، كما أنني قائد كل هذا الفريق. أعشق كتب الدين والفلسفة، فعبرهما اكتشفت ماهية الوجود والحقيقة. أكتب الشعر والقصص. قدوتي في الكتابة أديب المهجر الذي تغلب على اللغة العربية بأصول كلماتها وبقواعدها النحوية وبأوزان عروضها، فكما يقول: لكم لغتكم ولي لغتي. ألا وهو الشاعر والكاتب اللبناني العظيم جبران خليل جبران. كما أنني حاصلة على عدة جوائز في الشعر. أعشق وأهوى لغة الضاد، حينما أقرأ أحس أنني في زمن تفجير الإشباع وزعزعة الذقن وترويض النفس على لغة الاهتزاز حتى يحدث الاختسال. ومن هذا المنبر يسعدني ويشرفني أن أشارككم تجربتي المتواضعة مع القراءة. فأنا كوثر العمراني حاصلة على المرتبة الأولى على مستوى المدرسة والنيابة والجهة في مسابقة تحدي القراءة العربي، والمرتبة العاشرة على المستوى في تصفية الوطنية تحدي القراءة العربي لدورته الرابعة بسنة 2019، مع العلم أن هذه أول تجربة لي في هذه المسابقة، ومن خلالها تعلمت معنى الجد والاجتهاد، معنى الصبر والتفاؤل، تذوقت لذة مرارة الفشل وحلاوة الأمل. فبالنسبة لي القراءة إرواء العقل والروح وإسكات لكل منافس، بغيرها عقد بلا واسطة وجسم بلا روح. القراءة عنفوانها الصاخب في امتصاص شروخ متاهات. القراءة سفينة نوح مباركة تطفو على جود النجاة لتدرس السفالة والجهالة. فكيف لي ولا أحب القراءة، وبالقراءة تحيا الروح بنبضها، تقتات العقول بموالها. فكيف لي ولكم أن نتغافل عن شرفها. فبيني وبين الكتب عشق لا يذبل وحب لا يفتر، وهيام بين سهوب الفؤاد.
البلاد يكثروا، كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وفيا إلا الكتابة، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصواب. المعرفة قوة، لذا فإن أهن أمم أمة لا تقرأ، أمة لا تقرأ، أمة لا تقرأ. قارئ الحرف هو المتعلم، وقارئ الكتب هو المثقف. كما يقول أحد الشعراء أيضاً: تمسك بالكتاب ولا تعره، فإن إعارة المحبوب عار. محبوبي من الدنيا كتابي، فهل أبصرت محبوباً يعار؟ بحيث أني أريد أن أشير إلى أن الوصول إلى هذا المقام المشرف لم يكن بالأمر الهين، لهذا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي حباني إياها. أشكر معالي السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذه المبادرة الطيبة والحسنة التي نمت بداخل نفوس طلاب العالم العربي حب القراءة والمطالعة وروح المنافسة. وبأصدق المشاعر وبأشد الكلمات الطيبة النابعة من قلبي وفي، أقدم شكرا يفوح بعطر الزهر والريحان، بورد الياسمين والحوان، إلى كل من سندني ووقف بجانبي، من كان سببا في نجاحي وتألقي. أذكر بينهم المرأتان الفولاذيتان بكل ما تحمل كلمة من معنى، فهما مشرفة الغالية والمتألقة نزهة العمر التي تستحق كل الوفاء والشكر والتقدير، ومشرفة عزيزة الأستاذة المحترمة بشرى البقالي والتي أيضا تستحق كل الثناء والمدح. ولا أنسى وأغفل عن فضل أستاذة اللغة العربية التي تعشق وتهوى وتضاد، ألا وهي أستاذة اللغة العربية خديجة إقرب، وأيضا ترافقها أستاذة نادية. لكم. ومهما جسدت الروح معانيكم، تظل مقصرة لروعتكم وعلو همتكم. وأخيرا وليس آخرا، أقدم شكرا مليئا بالاحترام والتقدير لمدير مؤسسة الغالية خالد وليد أستاذ محترم ابن جيف بوخريس، ولا ننسى الأستاذ المثقف بشرى صقلي. ولا يمكنني أن أغفل عن مدى شكري لأعضاء لجنة التحكيم لمسابقة شبكة القراءة بالمغرب، فهذه المسابقة أنا أعتبرها أنها أحسن مبادرة، فهي تهدف إلى تحسيس المجتمع بأهمية القراءة للمغرب، وتهدف أيضا إلى الدفاع عن قضية القراءة لتصبح في صلب الاهتمام الوطني، كما تهدف شبكة القراءة بالمغرب إلى تعزيز ثقافة جديدة في العمل الجمعوي، تجعل من الصداقة والتعاون والفكر المبدع أساسا للعمل، وأتمنى لكم الاستمرار في هذا الطريق المنير والوهاج بالعلم والمعرفة. حقيقة أفتخر بكوني من تلامذة هذه المؤسسة، وأشكر جميع الأطر التي تسهر على نجاح تلامذتها، بل حتى تلامذة هذا الوطن الحبيب. أنتم جميعا تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لن تكون مؤسستنا لتصل إلى أعلى المراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول ولما تحققت الأهداف. فأنتم أساس رفعة هذه المؤسسة وأساس تقدمها، وأنتم من يحمل شعلة النجاح والتطور. وشكرا لكم وللأمام دائما، لكم مني الثناء والتقدير بعد قطرات المطر وألوان الزهر وشدى العطر، على جهودكم الثمينة والقيمة. فمن أي أبواب الثناء سأخرج، وبأي أبيات القصيد سأعبر؟ كنتم كسحابة معطاؤها سقت الأرض فاخضرت، كنتم ولا زلتم كالنخلة تعطي بلا حدود. فجزاكم الله خيرا وبارك الله لكم وأسعدكم أينما حطت رحالكم، وأعتذر لمن أخفلت عن شكرهم، وشكرا على استماعكم.